على الصعيد الإنساني، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام المولوي في مؤتمر صحفي أن عدد النازحين من جنوب لبنان في مراكز اللواء تجاوز 70,000 في 533 مركزا، مشيرا إلى أن وزارة التربية تؤمن المدارس لتكون مراكز آمنة للإيواء. المنظمات الدولية عم يكون عندها دور معين بالمساعدة، طبعا مش كافي. الهيئة العليا للإغاثة عم يكون عندها دور بتوزيع الفرش وتوزيع المستلزمات، وهون نحن بدنا نقول أكثر إنه نحن بدنا نكون مع المحافظين على تماس أكثر مع هذه المنظمات ومع الهيئة العليا للإغاثة، كما مع كل الجمعيات الأهلية والمحلية يلي نحن من وزارة الداخلية باسمي وباسم كل المحافظين بنشكرهم على تجاوبهم وعلى وجودهم إلى جانب أهلهم. بعد في نواقص تبعا للعدد الكبير من النازحين، إنما هذا الموضوع تباعا رح يتنظم وبهمة المحافظين ورح يستكمل. وزارة الداخلية وأذرعها وأجهزتها وخلية الأزمة فيها عم تكون دايما باجتماعات